أنا قادم، أنا قادم. مرحبا جاري، سعيد برؤيتك. هل أحضرت المصاريف الشهرية المتأخرة؟ أستاذ، أرجوك ساعدني، لا يسمحون لي بالدخول إلى المنزل. لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ بدأت القصة عندما ذهبت إلى مركز الطب النووي لإجراء اختبار. عندما غادرت المركز وحسب توجيهات الممرض، لم أستخدم المواصلات العامة واتجهت نحو المنزل. أنا متعب وجائع، وصلت أخيراً إلى المنزل. قرعت الباب، لم يجب أحد، لم يفتح أحد الباب. لماذا لا تفتح لي الباب؟ أنا أبوك. من أنت؟ بني، أنا أبوك. أمي، لقد جاء أبي. عد إلى المكان الذي كنت فيه، أنت متعرض للإشعاع. هيا بسرعة. لماذا؟ ما المشكلة؟ حياتنا في خطر، ارجع بعد أن تزول منك المواد المشعة. نعم. لا لا. حسناً حسناً، ومع ذلك فهذا جيد بالنسبة لك إذا لم تستخدم المواصلات العامة. طبعاً تذكر، في الطب النووي تدخل المواد المشعة إلى جسمك، لذلك عليك اتباع التوصيات الطبية، ولا ينبغي أن تلتقي مع الآخرين عن قرب، حتى مع عائلتك، وبكل تأكيد استخدم أطباقاً وأكواباً منفصلة. حسناً، ولكن ماذا أفعل إذا لم يسمحوا لي بالدخول إلى المنزل؟ هل بإمكاني المجيء إلى منزلك؟ أهلاً وسهلاً، لكن أعتقد أنه علي أنا وزوجتي أن نتحدث مع زوجتك أولاً، ونشرح لها أنه من خلال النظر في هذه النقاط والتوصيات الطبية الأخرى لن تكون هناك مشكلة حتى يسمح لك بالعودة إلى المنزل. بارك الله فيكم أستاذ، أنا في انتظاركم.